الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله، وفي هذا اليوم الثلاثاء 15 من الشهر الثالث من عام 41 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وفهما ثاقبا وعملا صالحا، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله عز وجل الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. في الدرس الماضي كان الحديث في تفسير صدر سورة الحديد، الآية الأولى والآية الثانية، والسؤال حتى يكون هناك استعداد وتهيئة، دلت فواتح سورة الحديد على التوحيد، فما توضيح ذلك؟ دلت فواتح سورة الحديد على أهمية التوحيد، فما توضيح ذلك؟ تفضل. الحديد سبح لله، والتسبيح هنا التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الإشراك أو من أن يوصف بغير الصفات العلى أو تجحد أسماؤه أو تعطل صفاته، فهذا دليل على توحيد الله عز وجل. طيب، ما هو الدليل على إثبات صفة القدرة في فواتح سورة الحديد؟ طلاب العلم تفضل. الآية الثانية. نعم، ممتاز. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أحسنت. الآية الثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تفضل تفسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه. يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم،
كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازاة بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو يعني الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الحديث في ذكر قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته وإثبات أسمائه العلى، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: هو الأول. قبلها له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول. إذن سلسلة مترابطة في إثبات القدرة والعلم والحكمة والأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسرها المفسرون. ولهذا نأخذ من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها أهمية التفسير بالمأثور، وأن التفسير يكون على ستة أوجه. الأول: تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، وممن أبدع فيه من ألفوا في التفسير بالأثر، كالحافظ بن جرير والحافظ بن كثير والمصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، وممن تميز فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فكتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا أول وجه وأهمها، أن الذي أنزل القرآن هو الذي فسره. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس. خلاص، تفسير تلقائي من الله جل وعلا. ثانياً: تفسير القرآن بالسنة، والسنة هنا الصحيحة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالآيات التي معنا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا عند ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهق. الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شاهدوا الوقائع وعايشوا التنزيل الذي كان ينزل فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس، كانوا يعيشونه واقعا. الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين قبل ذلك الصحابة. الصحابة فيهم يتفاوتون في منازلهم، ففيهم مثلا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم: عائشة، ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه الله التأويل، وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا يتفاوتون كما قرر ذلك أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. الخامس أو الرابع قلنا بالتابعين،
هؤلاء الصحابة كابن عباس له تلاميذ، منهم مجاهد بن جبر، ومنهم مثلا طاووس، ومنهم عدد من الصحابة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، سفيان وإبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود، وهكذا في مجموعة من التابعين رحمهم الله. الخامس تفسير القرآن بالإجماع، إذا أجمعت الأمة على معنى فهو الذي يصار إليه، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. المصدر السادس في التفسير اللغة العربية، اللغة العربية نثراً وشعراً. إذا احتج محتج بما كانت تقوله العرب، وهذا أيضاً يذكره الأئمة رحمهم الله، ومنهم مثلاً الشيخ الشنقيطي رحمه الله يكثر دائماً من ومنه قول العرب، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في معنى قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال ما عرفت فاطر إلا لما قال أحد الأعراب أنا فطرتها، يعني شققتها. وأيضا الشعر في لغة العرب الأقحاح، كشعر مثلا المعلقات وغيره يستشهد به، ومنه شعر حسان رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم. حاصل أن اللغة العربية مصدر ثر من مصادر الترجمة، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فيه الأخير اللي هو التفسير بالرأي، وهذا محل نظر عند أهل العلم. فإن كان الرأي موافقاً للنقل فلا غبار عليه، وإن كان مخالفاً له فلا. وهذا هو القول الفصل في التفسير بالرأي، لأنه عن اجتهاد. هذا المراد، تفسير بالرأي ليس رأي مجرد، وإنما هو اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا يغلب عليه جملة من تفاسير مثلا الحنفية والمعاصرين. لكن هل يجوز تفسير القرآن بالوقائع المعاصرة أو بالأمور العقلية المحضة؟ لا، القرآن نقل وتنزيل من رب العالمين، لا يفسر بآراء البشر. بعض الناس اليوم من العصرانيين يعنون بالنظر في الوقائع في الكون في الفضاء، فما وافق القرآن رأوا أن هذا دليل على صحة النظرية، وإلى هذا الحد معقول. لكن أن يفسر القرآن بالواقعة المعاصرة ولا بالرأي العقلي، لا، فليتنبه لهذا. ما يحدث أو يعلمه الناس أو يطلع الله بعض الناس على علمه اليوم في هذا الكون، في علم الأجنة، في الفضاء، الأصل فيه أنه لا بأس فيه إذا لم يعارض القرآن. مثل اليوم اللي في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، يستطيع الطب اليوم في الشهر الرابع أنه يحدد جنس الجنين. نعم، هذا مما أطلع الله الناس عليه، لكن هل هذا متأكد بالضرورة؟ لا يلزم. وإن عرفوا جنسه لم يعرفوا شقاءه أو سعادته أو صلاحه أو ضلاله، فلا يحيط بذلك على الوجه الأكمل إلا الله. إذن هذا باختصار ما يحتاجه طالب علم التفسير في معرفة المصادر. قال تعالى هو الأول، معنى الأول، الأول واضحة المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام
أي ليس قبله شيء. من أول؟ من الأول حتى نقول؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فهل يمكن أن يكون المخلوق قبل الخالق؟ لا يمكن. وهو سبحانه وتعالى المنشئ لهذا الكون كله في عوالمه كلها، فكان هو الأول سبحانه وتعالى، أي ليس قبله شيء، سابق، السابق على سائر الموجودات والكائنات، لأنه خالقها ومبدعها، ومبدع الشيء وخالقه يكون أول شيء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: أول بلا ابتداء. ما تقول ابتدأ الله، لا، هو الأول. هل يجوز أن نقول هو الأول يعني القديم؟ هل يجوز إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل؟ السلف رحمهم الله لم يكونوا يطلقون القديم على الله عز وجل، وإن كان هو الأول، لكن التعبير بالقدم نوع تقليل من حق الله عز وجل، لكن هو الأول، جاء به القرآن وجاءت به السنة، لكن ما جاء في القرآن والسنة القديم. وإن كان هو السابق سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، القاعدة أننا نسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الإثبات، وننفي ما نفاه الله عنه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. يعني ما نجلس نحرف الكلم عن مواضعه، أو تشبيه بأن تشبه الله بخلقه، فالله ليس كمثله شيء، حتى إذا قلنا أن الله هو السميع، الله هو البصير، وللمخلوق السمع والبصر، فسمع الله غير سمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. هذه مكانته ومنزلته سبحانه وتعالى، فلا يشبه الخلق بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وأيضا لا تؤول ولا تصرف عن معانيها، فإذا قلت السمع السميع تثبت صفة السمع أن الله جل وعلا يسمع، لكن كيف يسمع؟ هذا الكيف فيه مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله القاعدة الذهبية حينما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، يعني دل عليه القرآن ودلت عليه السنة واللغة العربية، لكن كيف استوى والكيف مجهول. ولا ينبغي أيضا إثارة هذه الموضوعات، حتى السؤال عنها ليس من منهج الصحابة ولا منهج السلف، ولهذا قال الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأنت تؤمن بالله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على ما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه، يعني ما نخوض في ذلك تكييفا أو تشبيها أو تحريفا أو تمثيلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عملها السلف ووضعها السلف، وكانت نبراسا يسار عليه، تبين منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة أمام الفرق الأخرى، فالمعطلة والجهمية والمعتزلة عطلوا الأسماء والصفات بمعنى نفوها، النفاة المعطلة جحدوا دلالتها على مرادها، وهم يزعمون التنزيه،
وحتى الفرق الأخرى التي أثبتت بعض الصفات، لأن عقولهم دلتهم على معناه، وهذا الحقيقة خلاف منهج السلف. فالمسلم الموحد السائر على منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات وأهل السنة والجماعة يؤمن بأسماء الله وصفاته كما وردت وما دل عليه مقتضاها، فلا يعطل معناها ولا يؤوله، ولا أيضا ينفي معناه. بعض الناس يبالغ في التنزيه مثلا إلى أن يصل إلى أنه ينفي الأسماء والصفات أو يفسرها على غير التفسير الصحيح. قف حيث وقف القوم، حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم نقف، وحيث وقف التابعون نقف. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا لما خاضت الفرق والملل والنحل في أسماء الله وصفاته، منهم من عطل، ومنهم من شبه، ومنهم من مثل، ومنهم من فوض، حتى التفويض أحيانا في المعنى الذي ثبت علمه وإدراكه نوع من المخالفة، فحتى التوقف أحيانا أو تفويض علمه لله وهو واضح في العلم كالسمع والبصر والقدرة والإحياء والإماتة، ما حد إذا قلت هو يحيي يقول الله أعلم نفوض علمه إلى الله، هذا واضح. فإذا أهل السنة بين طرفي الغلو والجفاء، فكانوا وسطا في الفرق في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والوعد والوعيد والقضاء والقدر والموقف من النصوص، فليتنبه المسلم لهذا. إذن القديم لا يطلق على اسم الله، وإن كان قد ذكره بعض السلف ومنهم ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد وفي الروضة حينما ذكر القرآن قال كلام الله القديم، وهو هنا رحمه الله يريد معنى قوله الأول، وأنه قديم من حيث النوع لكنه حادث من حيث الآحاد، يعني حادث الآحاد، لأن الله يتكلم سبحانه إلى اللحظة فهو يتكلم. فإذا قلت قديم دون أن تفصل فهذا خلاف منهج السلف الصحيح، إذا ذكر أن لا يذكر القديم، فإذا ذكر القديم يفصل، قديم النوع من حيث كلامه سبحانه وصفاته، ولكنه حادث الآحاد يعني يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فليتنبه المسلم لهذه المعاني الدقيقة وليضبطها بما ضبطها به السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا معنى الأول. الآخر، الآخر يعني ليس بعده شيء، إذا فنيت كل المخلوقات وقيمت الساعة ومات الناس كلهم ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وحل الفناء، فالله الآخر يعني باقي سبحانه وتعالى، حي لا يموت، ليس بعده شيء، حتى لو فني الخلائق كلهم وفنيت هذه الدنيا، الباقي الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ولا حاجة أن ندخل في أكثر من هذا، لأنه المسلم التسليم، ليس بعده شيء يعني ليس بعده شيء، آخر ما في هذا
الوجود سبحانه وتعالى والباقي بعد فناء هذا الخلق وهذه المخلوقة، الظاهر يعني الذي ليس فوقه شيء، لا أحد يظهر عليه في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في علمه، في كل ما يتعلق به سبحانه، ليس فوقه شيء، وهذا أعلى درجات الكمال، ليس فوقه شيء. الباطن ليس دونه شيء، بمعنى أنه الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يحتاج إلى أحد، هو الغني القوي الذي لا يعجزه شيء، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة سبحانه وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة هذا الدليل على هذا التفسير، أن ليس قبله شيء، ليس بعده شيء، ليس فوقه شيء، ليس دونه شيء. أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا كله توسل لله عز وجل، الحاجة الدعاء ماه؟ اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ما قالها عبد موقنا بها إلا قضى الله دينه وأغناه من الفقر. شوف كيف التوكل والتوحيد وأثر الإيمان بأسماء الله وصفاته واليقين حينما يقول الإنسان هذا الدعاء. فاطمة رضي الله عنها أتعبها عمل البيت، فجاءت إلى النبي تسأله خادم، قال: ألا أدلك على أفضل لك من خادمة؟ قولي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الدعاء استعانة بالله عز وجل، وهو يورث القوة على عمل الغد الذي يقوله عند نومه، يشعر في الصباح أنه نشب وأنه قوي وأنه غني وأنه أيضا سعيد بقضاء دينه عنه وما أغناه الله به من فضله وكف عنه الفقر. قلت في الدرس الماضي: لو علم العالم اليوم وهو يعاني مشكلة الفقر كيف حلها لهداه ذلك للإسلام. ولو أن بعض الناس من المسلمين المقصرين الذين إذا بلوا بالدين أو بلوا بالفقر قعد على أبواب الناس في التسول وسؤال المخلوق، اسأل الخالق. فهذا الدعاء عظيم ينبغي أن يقوله الإنسان في الصباح ويقوله في المساء، في أذكار الصباح وفي المساء، لا سيما في المساء، لأن عائشة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، والخادم هذا إنما تحتاجه ربة البيت الغالب في النهار، فإذا قيل في المساء أعان على عمل النهار، ولو قيل في الصباح أعان على عمل المساء. هذا ما يتعلق بهذه الأسماء الأربعة: الأول، الآخر، الباطن، الظاهر، الباطن، وهي من أسماء الله الحسنى
قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا أول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. في الدعاء، في القنوت، في الطواف، في مطلق الدعاء يحرص الإنسان على الدعاء بأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا غني أغنني، يا لطيف ألطف بنا، يا رزاق أرزقنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم يا رحمن ارحمنا. لأن اشتق من الأسماء الحسنى الصفات العلى التي اتصف الله جل وعلا بها. وذروا الذين يلحدون في أسماء، لا نلحد في أسماء الله، لا، اللحد هو الميل، الميل في إثبات معانيها أو حتى في تشبيهها أو تمثيلها أو تعطيلها أو تأويلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو أيضا لاحظ تكرار إثبات هذه الأسماء والصفات. وهو أي الله سبحانه، بعد أن قال هو، شوف كيف صدرت بهو وختمت بوهو، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل وعلا، وهو سبحانه بكل شيء عليم. احنا ذكرنا القاعدة أنه إذا قدم الحرف أو العامل فهو دليل على التأكيد، وهو بكل، وهو على كل، مثل ولله على الناس، هذا فيه زيادة تأكيد على المعنى المراد. وهنا إثبات علم الله، إثبات علم الله يأتي بالعليم ويأتي بالعالم كذا، وأيهما أبلغ، العليم ولا العالم؟ العليم، يعني عليم بكل شيء. ولهذا قال هنا: وهو سبحانه بكل شيء عليم. وشيء الأصولي شيء نكرة في سياق الإثبات، فتعم كل شيء. وهذا فيه رد على من قصر علم الله عز وجل على بعض الأشياء، لأن بعض الناس يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه أو يملك لنفسه نفعا أو ضرا. وقد يرى في بعض الصالحين وبعض الأولياء أنه يعلم شيئا في هذا الكون، لا، لا يعلم العلم التام في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. ولا يعزب عن علمه، لا يعزب يعني لا يغيب، بل أبلغ من لا يغيب، يعني حتى دقائق الأشياء عن علمه شيء من الأمور الظاهرة أو أمور الخفية، من الأمور العلنية أو الأمور السرية. عليم، يقول أهل التفسير أنها صيغة مبالغة، ونحن قلنا وأكدنا مرارا أن كلمة مبالغة في القرآن لا تليق، فيعتاض عنها أنها للتأكيد. شوف كلمة زائدة وكلمة مبالغة، هذه لا تليق، يعني الله لا يبالغ، الله لا يأتي بحرف زائد في القرآن. إذا قلت لا أقسم بهذا البلد، أقول لك اللام للتأكيد، لا أقسم بيوم القيامة، اللام للتأكيد، ما أقول زائد. وهنا ما أقول مبالغ، لأن الله عز وجل يذكر الأشياء على حقائقها، فلا يحتاج أن نبالغ في كمال علم الله، لأنه يعلم كل شيء. فجاءتنا بكل وهي صيغة عموم، وجاءتنا شيء
وجاءنا تقديم الحرف الباء بكل فدل على تمام العلم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهي تدل على تمام العلم وكماله في كل الأمور، جليها وخفيها ظاهرها باطنها، حتى اللي أنت تراه خير أحيانا ما يكون خير، قد يدخر الله لك من الخير غير ما تراه أنت، لأنك أنت علمك محدود، علمك محدود، فاستعن دائما باسم الله العليم واسم الله وصفته العلم في أنك تربطها بما تحتاجه من العلم. ولهذا جاء في الأثر: يا معلم إبراهيم علمني، كيف؟ ويا مفاهم سليمان فهمني. الربط يعني طالب العلم اليوم وهو يريد أن يهدى لما اختلف فيه من الحق بإذن الله يسأل الله دائما: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وحينما يسأل المسلم ربه وهو جل وعلا له كمال العلم وتمامه، فإنه يوفق إلى ما يريده من العلم، بالذات حينما تلتبس عليك الأمور، القاضي في قضائه، وصاحب مثلا النيابة في نيابته، والعسكري في أموره، والعالم فيما تشتبه عليه من المسائل. وفي الفتن اليوم التي ماجت كموج البحار يسأل الله دائما الواحد وهو على قصر علمه، والله هو العالم المحيط بكل شيء، أن يدله فيها على العلم الصحيح والعلم التام الذي يأتي على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الله عز وجل محيط بكل شيء، الأول والآخر، الظاهر والباطن، وختمت وهو بكل شيء عليم. عليم ولا عليم؟ وهو بكل شيء عليم إذا أردت أن تصله، ولا عليم إذا وقفت على رأس الآية. وفوق كل ذي علم عليم ولا عليم؟ عليم، لا تقول عليم، وفوق كل ذي علم عليم وهو الله تبارك وتعالى. وجاءت هنا بصيغة الفاعل، والمعنى أنه سبحانه ذو علم تام كامل بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، حتى مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة الشيء المتناهي في الدقة اللي ما يعرف ولا يرى بالعين المجردة، لا تعرف ماهيته. ثم قال أيضا: في استطراد، ما في استطراد، وإن كانت كلمة استطراد أيضا هذه ليست صحيحة هنا، يعني في استمرار لبيان صفاته سبحانه هو، بعدما ذكر إحاطته بكل شيء، لاحظ المناسبة، خصص السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض في الأول، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. السماوات والأرض أكبر الأجرام في هذا الوجود، وقد أعجزت الناس في نظرهم من الذي خلقها، ولهذا دائما في القرآن في توحيد الربوبية: الذي خلق السماوات والأرض. وفيه أيضا
بيان هذا للكفار الذين كانوا ينكرون الخلق، وإن أثبتوه في بعض حيثياته لكنهم لا يثبتونه على الإطلاق، من حيث القدرة، من حيث العلم، من حيث التصرف، من حيث ما في هذه الأجرام من مخلوقات ومن بدائع المصنوعات. الذي خلق، خلق أنشأ أبدع صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يجوز أن نقول الله هو الصانع؟ نفس كما قلنا في القاعدة، هل ثبت ذلك في القرآن؟ هل ثبت في السنة؟ فنقف حيث وقف القرآن والسنة. ولو أن الناس سلكوا هذه القاعدة في الأسماء والصفات لسلموا من التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل. خلق السماوات والأرض، أنشأهما، أبدعهما على غير مثال سابق. ما فيه سماوات قبل هذه. فالله عز وجل هو الذي تفرد بخلق السماوات بقدرته الكاملة وحكمته البالغة وإحاطته النافذة، وليست سماء الدنيا بل سبع سماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، إما بغير عمد وترونها يعني السماء، أو بغير عمد ترونها، خلق الله لها أعمدة لكننا لا نراها. وهذا مما ذكره المفسرون رحمهم الله. لكن الذي يدل على قدرة الله أنه بغير عمد. أليس الله قادرا على كل شيء؟ بيجينا الآن، هو الذي خلق السماوات والأرض في قول كن فيكون، لا، في ستة أيام، لإثبات القدرة من ناحية والعلم والإحاطة. وإلا فهو سبحانه قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، توجد هذه السماوات فتوجد، كوني فتكون، الأرض، السماوات السبع وما فيها من المخلوقات، وهذا الكون كله بكن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه نتيجة، وللأمر كن، أن يقول له كن، ما يقول له كن فيكون، لا، أن يقول له كن والنتيجة فيكون هذا الشيء كما أمر الله تبارك وتعالى. إذن لماذا في ستة أيام؟ ماذا قال أهل التفسير في لطائف ذلك؟ قالوا إن المراد بذلك التأني في الأمور لهذا المخلوق، التأني في الأمور بحيث يعطي الإنسان عقلاً وثقلاً وأناتاً. طيب الله جل وعلا يخلق هذا المخلوق بتسعة أشهر، ما الفائدة من تسعة أشهر؟ حكمة، حكمة أرادها الله عز وجل، وهذا التدرج في الكون وهكذا. فأنت إذا شفت واحد عجل، وما أكثر العجولين أو الطائشين أو المندفعين أو المتحمسين، تقول يا أخي يعني اربع على نفسك، الله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات بكن، قادر على أن يخلق هذا الجنين بلحظة، ولكن هذا لحكمة اللي هي تعقل الناس، تأنيهم، حلمهم، عدم الاستعجال. ولهذا خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان عجولة، كلها جاءت في سياق الذم للعجلة، لأن العجلة أحيانا مذمومة إلا في الخير، في الخير. وعجلت إليك ربي لترضى، إذا أذن المؤذن تعجل للصلاة،
إذا لقيت العروسة اللي إن شاء الله فيها تمام الدين والخلق فبادر، اجزم، توكل على الله، لا تتردد، وهكذا. يعني العجلة إذا مثلا أي شيء رزق، باب رزق استخرت فيه واستشرت وسألت وتأنيت وبان لك فلا تتردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. خلق السماوات والأرض في يعني قدر، في هنا في قدر ستة أيام. ستة أيام من أيام الدنيا ولا من أيام الآخرة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. الصواب الذي عليه جمهور المفسرين أنه من أيام الدنيا، أنه من أيام الدنيا، ولهذا جاء في الحديث أنه بدأ بها يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. قلنا الحكمة، الحكمة تعليم العباد، العلم والحكمة والتأني في الأمور وعدم الاستعجال فيها. قال ابن عطية رحمه الله وهو صاحب كتاب المحرر الوجيز وهو أصوب، يعني أنها من أيام الدنيا، لأن الله عز وجل أراد أن يؤخرها لحكمة، وكون اليوم بألف سنة أيضا قد تنتفي منه الحكمة، فهو سبحانه وتعالى في ستة أيام أبدعها وخلقها من أيام الدنيا. وأول هذه الأيام الستة يوم الأحد. هذا يوم الأحد، هذه لطيفة، إنه بداية الدوامات في يوم الأحد وآخرها الجمعة أيضا لمكانة الجمعة وفضلها. وهذا بيان لبعض ملكه، بعض ملكه سبحانه وعلمه وقدرته وتصرفه في السماوات والأرض. ثم استوى، خلق السماوات والأرض ثم استوى. ثم لاحظوا إيش جاءت للتراخي، جاءت للتعقيب مع التراخي، يعني بعدما انتهى من خلق السماوات والأرض استوى. وهنا وقع بعض المفسرين بخطأ في معنى استوى. استوى في اللغة، استوى في اللغة، إذا قالت العرب استوى يعني على وارتفع، على وارتفع، هذا في اللغة العربية، وليس معناه استولى. ومنه قولهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني استولى. وهذا لا يكفي في الاستيلاء فقط، لأن الله في علمه وقدرته واستيلائه على كونه ليس فيها صفة تميز الاستواء على العرش، وإنما لا يميزه إلا العلو والارتفاع. ولهذا قرر السلف وأهل السنة والجماعة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني استولى ولا على وارتفع. إيه؟ لأنه الرحمن على العرش استوى، إذا قلت استولى معناه نقص في حق الله، لأنه مستول على كل شيء، لكنه استوى على العرش أي على وارتفع عليه، ومنه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وهذا ملحظ الخطأ في المخالفين لأهل السنة ولمنهج السلف حينما فسروا استوى باستولى، لأنك ما جبت معنى جديد. إذا قلت ثم استوى على العرش استولى عليه، هو مستول على كل شيء، بمعنى آية الملكية قبل له ملك السماوات والأرض،
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ما قالوا هو بكل شيء عليم، خلق السماوات والأرض، فهذا كله في جانب الاستيلاء عليها والتصرف والملك فيها. لكن يوم خلق السماوات والأرض وانتهى من خلقها علا وارتفع علوا يليق بجلاله على عرشه تبارك وتعالى، والله سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس استواؤه كاستواء المخلوقين، فاستواؤه ليس مثلا استيلاء ملك من ملوك الدنيا على العرش مثلا أو استوائه عليه، ولله المثل الأعلى، تعالى الله عما يصفه به الواصفون علوا كبيرا مما لا يليق بجلاله وعظمته. ومع هذا في الاستواء لا نكيف لا نمثل ولا نشبه، وإنما نثبت صفة الاستواء، وإذا جاءنا قائل كيف استوى نقول الله أعلم. ولهذا الإمام مالك وضع هذه القاعدة الذهبية، الاستواء معلوم دلت عليه النصوص في القرآن والسنة واللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال لصاحب السؤال وما أراك إلا صاحب بدعة وأخرجه، لأن بعض الناس يريد من العالم أن يستجره إلى أمور تخالف الشرع أو النقل. نقف عند إثبات صفة الاستواء، ثم تبي تجي على العرش، ثم وهو معكم، المعية المعية الحقيقية، وفي هذا رد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله يحل في كل شيء. تعالى الله، هو بعلمه واطلاعه وحكمته وقدرته، أما أنه حتى في الأماكن التي لا تليق بالله تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمعية نوعان، معية عامة في إثبات معية الله عز وجل لخلقه، وهي معية العلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو معكم أينما كنتم، يعلم حالكم ويطلع على أعمالكم، وليس معناها أنه يحل في ذواتكم، لا، فليتنبه الموحدون لهذا. والمعية الثانية معية خاصة، وهي معيته للمحسنين للمؤمنين، قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده وغلبته سبحانه وتعالى. وعرفنا المنهج وسنفصل القول فيه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الحديث، لازلنا في الحديث بحيث أننا لا نحتاج نقراه يا شيخ علي، لأنه حديث جابر رضي الله عنه في مواقيت الصلاة قال والمغرب إذا وجبت، وكنا في أسماء المغرب، أسماء صلاة المغرب، وذكرنا أنها خمسة أسماء لصلاة المغرب، خمسة أسماء: صلاة المغرب لغروب الشمس، صلاة الشاهد للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم كان يصلي المغرب إذا خرج الشاهد أو بزغ الشاهد أو رؤي الشاهد، المعنى الثالث أو الاسم الثالث أن صلاة المغرب تسمى صلاة العشاء، الرابع أنها تسمى صلاة العشاء الأولى،
الخامس أنها تسمى صلاة البصر، البصر لأن الإنسان ينظر ببصره هل غربت الشمس أو لم تغرب. عرفنا المعنيين الأولين في أو الاسمين الأولين، اسم المغرب واسم الشاهد. ما دليل الشاهد؟ الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي بصرة الغفاري قال صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. واختلف في سبب تسمية الشاهد صلاة المغرب بالشاهد على ثلاثة أقوال. القول الأول نسبة إلى نجم الشاهد، وهو كما قلنا أحد الأقوال في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، أنه النجم الذي يسمى الشاهد والمشهود الليل والنهار. والقول الذي عليه الجمهور أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. الوجه الثاني لتسمية المغرب بالشاهد: سميت صلاة المغرب بصلاة الشاهد لأنها تقام على من شهد ولا ينتظر بها من غاب، من شهدها أقيمت الصلاة ولا ينتظر بها من غاب. المعنى الثالث وقد ذكره الإمام مالك رحمه الله قال: سميت بالشاهد لاستواء الحاضر والغائب. الشاهد الحاضر والغائب المسافر، سميت بالشاهد لاستواء الشاهد وهو الحاضر والمسافر والمقيم، بحيث إنها لا تقصر، لا تقصر المغرب ما تقصر. فسميت بالشاهد لاستواء الشاهد وهو الحاضر مع الغائب وهو المسافر، وهو الحاضر المقيم مع الشاهد في عددها، بحيث إنها لا تقصر. كذا هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العلماء في تسمية صلاة المغرب بالشاهد. وش أرجحها؟ شف أعطيك قاعدة في الترجيح. القاعدة في الترجيح أنك ترجح ما دل عليه الدليل، وهنا نحن أمام دليل من السنة في تسميتها بالشاهد وأمام قولين لأهل العلم، فهل نرجح ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نرجح ما قاله العالم، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه قاعدة في الترجيح، لو سلكها طلبة العلم والعلماء والقضاة ومن لهم أيضا الحكم بين الناس في بيناتهم ودعاواهم استراحوا من أمور كثيرة، لأنه لا يحكم بالهوى، لابد من العلم والبينة. فهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد. معنى أن صلاة المغرب دل الحديث ودلت السنة على تسميتها بالشاهد، فلا حاجة أني أخذ غير هذا القول، مع احترامي وتقديري لاجتهاد العلماء في تسمياتهم. ما ذكره الإمام مالك له وجاهة، وما ذكر قبل ذلك له وجاهة، لكن السنة أوجه منه. ولهذا نحن نستطيع أن نناقش الذين قالوا لاستواء الشاهد والغائب المسافر في عددها وأنها لا تقصر. نقول لهم لا يلزم ذلك، لأن وجه التسمية لا يلزم اضطراده، يعني قد يسمى الشيء بالشيء ولا يلزم في كل شيء، هذا اللي يسميه العلماء بالاضطراد، يعني لا يلزم في كل شيء وإن لزم في
بعض الشيء. والدليل أن المغرب لا تقصر، وكذلك الفجر تقصر ولا ما تقصر؟ ما تقصر. فإذا الذين قالوا أن المغرب لأنها لا تقصر نقول لهم وأيضا والفجر لا تقصر. ومن الأجوبة أيضا أن هذا جواب سماعي، الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جواب سماعي، والجواب الذي ذكره الإمام مالك وغيره من العلماء جواب سماعي ولا قياسي؟ قياسي، فيقدم السماعي على القياسي. وهذا أيضا من قواعد الترجيح، أن ما كان سماعي يعني مسموع، جاء به السمع والنقل من القرآن والسنة، سمع من الرواة بعضهم إثر بعض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع أولى من القياس، لأن القياس بالرأي والاجتهاد. وهذا قوي ولا لا؟ أو عندي، قد يكون عندي لأنكم سكتتم. الجواب الثالث أنه أيضا المغرب عددها قريب من الرباعية التي تقصر إلى ركعتين، ولم ينتقض تسميتها بالشاهد بصلاة الصبح، حيث إنها لا تقصر، ولا يشهد ركعة واحدة إلا ركعة الوتر، فلا يمكن أن تكون الفجر وترا. فنعود إلى ترجيح القول بأن الشاهد يرجحه حديث مسلم عند أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه. هل يجوز تسمية الاسم الثالث العشاء؟ العشاء مطلقة، ما تقول العشاء الأولى، سيأتي العشاء الأولى في التسمية الرابعة. هل تسمى المغرب العشاء؟ اختلف أهل العلم في تسمية المغرب بالعشاء على قولين لهم. القول الأول، وإليه ذهب المالكية والشافعية واختاره ابن هبيرة من الحنابلة، وابن الملقن من الشافعية، أنه يكره تسمية المغرب بالعشاء، يكره تسمية المغرب بالعشاء. وهل هي كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ قولان لأهل العلم، والصواب الذي عليه الجمهور أنها كراهة تنزيه. ليه؟ لأنه ورد عن بعض أهل العلم كما سيأتينا أنها تسمى العشاء، فلا يمكن أن نطلق لفظ التحريم على شيء لم يكن فيه لفظ التحريم صريحاً. وهذه اسمحوا لي أقول لكم أنه لازم أن نعود أنفسنا على أننا لا نستعجل في التحريم، لا نستعجل في التحريم. طيب قد يقول قائل لا نستعجل بعد في التحليل، لا، نقول الأصل الحل والأصل الإباحة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل الإباحة على تفصيلات لأهل العلم، هل تدخل فيها اللحوم وتدخل فيها الأبضاع والفروج، وهل الأصل في كل الأشياء أو في بعضها، على تفصيلات، ليس هذا مجال بسطها. لكن التحريم لا، تحريم ما يقال الأصل التحريم، إلا ممكن في الأبضاع في الفروج قد يقال إن الأصل التحريم، وذكر بعضهم اللحوم، وإن كانت السنة دل على أن الأصل حتى في اللحوم الإباحة، كما في الحديث الذي عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في التسمية، يعني سموا الله أنتم وكلوا. إذن القاعدة هنا حفظكم الله ورعاكم أنه ما كان فيه نص في التحريم فيصار إليه. أما اليوم حنا عندنا كلش حرام عند بعض الناس، ولو أنك تتأمل
تجد أنه ما بحرام، يمكن أصبحت كلمة حرام على ألسنة حتى الأطفال، حرام حرام، لا ما يصلح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا الوصية للمفتين خاصة وللعلماء أن يتقوا الله، أن يحرموا شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مصدر التحريم هو من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حرمه الله فهو الحرام. ويأتي هنا أيضا وجه الاستدلال، قد يكون حتى في الأمور المنهي عنها في البحث عن وجه استدلالها، مثل هنا النهي عن تسمية صلاة المغرب بالعشاء، هل هو تنزيه ولا تحريم؟ وفي بعض الأمور في اجتهاد أهل العلم قد يكون مكروها قد يكون حراما. الحاصل أن على المسلم أن يتثبت. وتستغرب حينما تكون لفظة التحريم على أشياء كثيرة وهي في الأصل ليست محرمة، فليتنبه طلاب العلم، لأن الإنسان مسؤول عن فتواه، مسؤول عن كلامه، كيف تحرم شيء ما حرمه الله ولا حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما حرمه الله وما حرمه رسوله فعلى العين والرأس هو حرام، ولا يسمح أبدا أن يستساغ بشتى الحيل إلا ما تكلم فيها أهل العلم في وجه الاستدلال وبيان العلة من التحريم، لأن الأشياء تدور على العلل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا ما يسميه العلماء بمسلك الدوران يا أهل الأصول، مسلك الدوران بمعنى دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. هذا خلاص قال اجتهد فيه العلماء في باب القياس في مسلك الدوران، في إلحاق مثلا الخمر أو النبيذ بالخمر أو الأرز بالبر، في تحريم الربا، وهكذا الحكم يدور مع علته، علة الدوران، ويسميها بعضهم الاضطراد والانعكاس أو الطرد والعكس، كل هذه مما ذكره أهل العلم. الذين قالوا إن يكره أن تسمى صلاة المغرب بالعشاء، إيش دليلهم؟ إيش دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني، عن عبد الله بن مغفل المزني أو المزني، عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب هي العشاء. هذا نهي، هل النهي للتحريم ولا النهي للتنزيه؟ يبي يأتينا أن النهي للتنزيه، لأنه ورد في بعض التسميات أنها العشاءين، والعشاءين معناها وإن كان من باب التغليب أنها تسمى صلاة العشاء، وإن كانت تسمى صلاة العشاء الأولى في الأرجح، وهذا سنأتيه إن شاء الله بالتفصيل. طيب، إذن حديث عبد الله بن مغفل واضح لأنه لا تسمى صلاة العشاء، وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمه الله خلاف العلماء في التنزيه أو التحريم، والترجيح بأنه للتنزيه. القول الثاني أنه لا يكره أن تسمى صلاة المغرب بالعشاء، وهو مذهب الحنابلة. دليلكم أيها السادة الحنابلة، شف الحنابلة مع دقتهم قالوا لا تسمى العشاء، لا تسمى أو يجوز أن تسمى
العشاء، لكن تسميتها بالمغرب أولى. وحاولوا الجمع بين الأحاديث، استدل الحنابلة بما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين. قال العشاءين، يعني يجوز أن تسمى بالعشاء، فالمغرب عشاء والعشاء الآخرة عشاء، فيجوز تسميتها بلا كراهة العشاء. وإذا قلنا العشاءين معناه أنه وقتين يجوز تسميتهما بالعشاء، كما أقول الأسودين للتمر والماء، والقمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر. واضح هذا الدليل ووجه الاستدلال منه. وش يمكن أن نناقش؟ نناقش حديث علي رضي الله عنه وصلاها بين العشاءين. نقول له، نقول ممكن أن يناقش بأن هذه التسمية جاءت من باب التغليب وليست من باب إثبات أن المغرب تسمى عشاء، لكن لما أن كانت عشاءين من باب التغليب كالأبوين والعمرين والقمرين ونظائرهما والأسودين. وأجيب، شوف أجيب عن الجواب حتى ما أدخلكم في دوامة المعلومات، يعني ممكن أن نقول للذين قالوا بالتغليب، نقول ليس من باب التغليب، لأنه لو كان من باب التغليب سمينا العمرين البكرين مثلا، وسمينا الأسودين الأبيضين، وسمينا القمرين الشمسين، ولم يذكر عن العرب أنها تسمي ذلك بهذه التسمية، فدل على أن التغليب يعني ممكن أن يناقش. وأما المغرب فإنه يطلق عليها العشاء، بدليل أنه جاء تسمية العشاء مرة مطلقة، كما في قوله تعالى في سورة النور في العورات: ومن بعد صلاة العشاء. ما حد يقول المغرب، من بعد صلاة العشاء يعني العشاء الآخر. ها، متى يقول العشاء؟ إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم خلاص سمي العشاء، على أنه وقت المغرب. تشوشتوا ولا إن شاء الله عقولكم يعني مجمعة هالمعلومات؟ ولهذا سميت العشاء بالعشاء الآخرة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، بخور أو بخور يجوز الوجهان، البخور للقطعة والبخور من الريحة، وهنا لعلها بخورا، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نص على أنها العشاء الآخرة. ليه؟ طيب تشهد المغرب؟ التأكيد في صلاة العشاء الآخرة أبلغ هنا، لأن الناس بعد صلاة العشاء الآخرة يأوون إلى فروشهم، وهذه اللي تبخرت بعد العشاء الآخرة ما تروح للمسجد، تروح للفراش. فدل على أن تسمية العشاء بالعشاء الآخرة
ويدل على أنك على أن هناك عشاء أولى. إذا أثبتنا عشاء آخرة، عشاء أولى اللي هي ما هي؟ اللي هي المغرب. فيقول هذا صاحب المغرب: أنا ما أتفق، ما أختلف معكم، لكني أقول ما أختلف معكم أنها تسمى العشاء الأولى، لكن أختلف معكم أنها تسمى العشاء بإطلاق. أما العشاء الأولى فسيأتينا أنه لا بأس في تسميتها بالعشاء الأولى. لعلي أكتفي بهذا القدر، سائلاً لله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن تحقن دماءهم، وتهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن توفق ولاة أمرنا ورجال أمننا لكل خير، وأن تبسط أمننا وأماننا على بلادنا وعلى بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن ترفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا جواد يا كريم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.